بسم الله الرحمن الرحيم. كل حلقة حنبدأ بهذه المقدمة البسيطة اللي هي شرح كل صفحة، الصفحات كلها متشابهة في الرواية المكتوبة باللغة الإنجليزية. طبعا الصفحة لونها خلفيتها أسود والكتابة بالأبيض، وفوق في جدول تقريبا 1 2 3 4 5 خانات، يعني 5 أسطر، وبعدين في عمود في اليسار وعمود في اليمين تكمل، يعني انت بتقرأ كده بالطول وبعدين تكمل زي بتقرأ الجورنال يعني، عشان السطر لا يطول. والسطر الأول اللي هو في المربعات اللي هي 5 في عدد، استنى نعد الأعمدة، 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5، يعني 11. الإكس في النص، قبل الإكس في 5 5 على، يعني أنت بتنظر الصفحة كأنك أنت في الصفحة. يمين الصفحة، مش يمين القارئ، يمين الصفحة الإكس في النص، في يمينها في 5 5 وثلاثة خانات اللي مكتوب فيها A B C في السطر الأول. ويسار الورقة نفسها اللي أنت بتنظر إليها الصفحة، يسار الإكس في I وبرضو 5 5، يعني كأنه إكس I 5 5 من اليمين و5 5 من اليسار، وبعدين يفضل خانتين لأن كل 11 خانة. فالعناوين حتكون في يمين أقصى اليمين بالصفحة اللي هي الأحرف، فعندنا مجال لخمسة أحرف. في السطر في الأول سطر مكتوب A B C 5 5، مخلي الصفرين في الأخير في اليسار. لكن نجي لل زي تابو، عندنا السطر الثاني تابو واللي بعده برضو تابو، وبعدين M B S، فهذا دائما حنجدها موجودة. فإذا حنزود التسجيل إلى 8 دقائق بدل 7 دقائق، يعني هذا يتكرر الكلام. طبعا عندنا في برضو يمين العمود اللي تحت، طبعا عندنا خانة فاضية سطر لأنه خلقنا 4 أسطر، بس بعد كده تتعبى يمكن 5 أسطر. يعني الآن نحن في هذه تكلم ATTN، بعدين ممكن تكون في 5 تتعلم. المهم العمود اللي في اليمين، يعني كأنك انت بتقرأ الصفحة دائما زي ما هي. العمود اللي في اليمين، يمين الورقة، يمين الصفحة مش يمينك انت، بدأ برايت رايتر I travel to Egypt، هذا حيكون عنوان الحلقة، يعني كأنه عنوان الصفحة. بعدين نحن ايش حنسوي لما نتغير الكلام هذا، يعني انتهى صفحتين ثلاثة أربعة ما أعرف، الآن مستمر في الكتابة اللي هو رايتر، يعني اللي بيتكلم الرايتر. طبعا هذه ممكن كم تسجيل ابو 8 دقائق، ممكن كثير، ممكن 10 20 تسجيل من القصة دي اللي بيقولها. بدأ القصة، القصة تبدأ بكلمة رايتر، يعني متى حتجينا بعد كم صفحة حتجينا كلمة رايتر تنعاد، يعني هنا رايتر ايترا، يعني كأنها بدأت الموضوع بدأ بآية راب اللي بيقولوا من الرايتر الكاتب. المهم نحكي، لأنه معانا دحين نص الوقت 8 دقائق، نحكي عن الصفحة دي. هنا يعني ممكن نستمر في صفحة واحدة حلقتين،
أنا بعطيكم أكثر من اللي مكتوب، يعني الأشياء المخفية. فيقول هو إنه بدأ، قلنا سافر لمصر قبل 5 سنوات، وقبل سنتين، يعني كانت السفرة قبل سنتين من الكورونا اللي هو كوفيد-19. فكان يبحث الكاتب، يبحث عن شخص يساعده أو جهة تساعده في كتابة الرواية، وراح ليكتب الرواية كسمينوفل، يعني رواية كسمينوفل، يعني رواية كسمي. ما لقى يعني في النت أبدا اللي بيبحث عنه، اللي هو 55XI55. طبعا هو شخص، هو جهة، هو عنده معلومة انه هذا اللي يقدر يساعد، فاعتبره شخص يعني. فيقول الراوي او الكاتب، انا حدث نفسي اني ابدأ مع ده، يعني وسمع سمعة انه في شخص ومكتب وهيئة اسمه 55XI55. طبعا نراقب الوقت، لا لسه عندنا وقت. فالحاصل يقول أخذ مني 4 أشهر أبحث عن مكتب، عن شخص اسمه. طبعا هو أكثر شيء بيبحث في النت، يعني لو قاعد يسأل الناس يعني يقول هذا مجنون، ده مو اسم شخص 55XI55 يعني. فيبحث في النت، يبحث في النت، كل وسائل البحث يعني باءت بالفشل. فمرة هو بيبحث في الخريطة في منطقة معينة، يعني في حي معين في كذا، طلع له في نفس الماب، جوجل ماب، XI55. فراح للعنوان واستدل عليه، يعني أخذ الموضوع 4 أشهر. وصار في اجتماع، لأنه في العمود الثاني اللي هو على اليسار، فقال بدأنا مناقشة. طبعا في الحلقة القادمة نتكلم عن إيش صار في المناقشة، لأنه بتستمر المناقشة 1.5 صفحة تقريبا. الحين إحنا خلصنا 0.5 صفحة، باقي 1.5 صفحة نتكلم عنها في الحلقات. طبعا ما ذكر فين لقى، هل المناقشة تمت في عند نفس XI55 أو في مكان عام، في مقهى، في معنى، كأنه في سر. طبعا هذا ما حيذكره أعتقد، لأنه دخل على النقاش.